بنتعلم ليه؟ ده احنا بنتعلم علشان امور كثيره جدا. من هذه الامور التي نريد ان نتعلم من اجلها الحسد والعين. ايه الفرق بين الحسد والعين؟ ما احنا ناس اتعلمنا وبقينا متعلمين، يبقى لازم كل الامور اللي حوالينا نعرفها. الحسد عباره عن تمني زوال النعمه من المنعم عليه حتى ولم تصل الى الحاسد. الحاسد ده يقعد يحسد الانسان اللي قدامه ويتمنى زوال النعمه اللي ربنا عطاها له حتى ولو ما خدهاش هو، والعياذ بالله. لان الحسد ده عباره عن نار تسري في جسد الحاسد ينقلها الى غيره، والعياذ بالله. الحاسد ده عباره عن نار بتمشي في دمه كله، عاوز يطلع النار دي منه يرميها على اللي قدامه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن شر حاسد اذا حسد. قال من شر، يبقى الحاسد ده شر والحسد شر وحرام شرعا. ومن شر حاسد اذا حسد. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا. ده ربنا نهانا والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحسد، وقال ومن شر حاسد اذا حسد. يعني سمى الحاسد ده شر والعياذ بالله. ومن شر النفاثات في العقد اللي احنا اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات، الجمعه اللي فاتت. يبقى هنا الحسد عباره عن تمني زوال النعمه عن المنعم عليه ولو لم تصل الى الحاسد. حتى لو هو ما خدش الشيء ده عاوزها تزول عنه خلاص. انما العين عباره عن نظره خبيثه او سهم من نظره خبيثه بسبب نفس خبيثه تصل الى غيرها. العين يقول لك ده فجاه عين جابوا الارض، اوعى ده، خلي بالك من عينيه، ده عينيه كذا كذا كذا. اه العين دي بتكون بسبب سهم مسموم يخرج من نفس خبيثه، والعياذ بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر. واحد كان بيحسد الناس، قالوا له تعالى عشان تحسدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين نحسد الراجل ده. تعالى يا عم انت بتحسد الدنيا كلها، تعالى احسد لنا ده. وربنا انزل في القران: وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك يعني هيدوك عين اصعب من اي عين تاني. وقعد الرجل ده عشان يحسد المصطفى صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي صيامه وفضل، ولكن الله عصم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل هذه الايه الكريمه حتى يعيش النبي صلى الله عليه وسلم على اذكار الصباح والمساء وذكر الله جل وعلا. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. العين. ولذلك قال العلماء بأن الحسد أعم من العين، ولكن العين أشد ضرر من الحسد. ما انت النهارده فرحان بالواد، عامل له شويه شعر كده وعامل له معرفش ايه، وعمال تلبس فيه وتعمل فيه وبتاعه وتجيب له وتسوي له وتطلعه من غير ما تحصن ابنك. فرحان بالبت كبرت واتدورت ومش عارف ايه، وجبت لها لبس معين وطلعت بالمحزج والملزج والكلام الفاضي، تطلع تاخد عين ترجع متنيله ب60 نيله. ما انت فرحان بولادك. لا صلاه ولا عباده ولا تحصين ولا ذكر ربنا، وتبص تلاقي البيت فيه نكد وخناجات، وكل يوم والتاني شغلانه وعيال واد مرضان ولاد منين؟ منين؟ ما هو العيون والحسد. خلاص العين ادخلت الرجل القبر والجمل القدر. كانوا بيقعدوا بني اسد كده يحسدوا الشيء، وتمر الابل من امامهم كده، بمجرد ما الابل تمر وتعدي
يقولوا للجوار اللي عندهم خذوا المكتل والدراهم واتونا بلحمها. يا دوبك الابل تعديهم بكم متر تقع على الارض، ما يلحقوهاش ينحروها يتبعوها بسرعه. ليه؟ من العين. العين والحسد، نحصن نفسنا ولادنا. ايه الفرق بين العين وبين الحسد؟ العين اشد ضرر من الحسد يا اخوانا. زي ما بيقول لك العين فلقت الحجر، العين فلقت الحجر. يبقى لازم نحتاط من العين، نحتاط. مش كل دقيقه والتاني اقعد ده انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ده الواد حصل منه كذا وكذا، الواد ما شاء الله طلع كذا وكذا. وطول ما انت قاعد استعين على قضاء حوائجك بالكتمان. ده احنا جبنا للواد كذا وجبنا للبت الجهاز كذا كذا كذا، والبت عملت كذا، وقعد عم تتباهى بيهم وما انتش عارف اللي قدامك مين. ده سهيل بن حنيف ها وعامر بن ربيعه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابه، مش مش يعني مش هقول لك ده، مش دول الاثنين صحابه للنبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا سهيل دخل ليغتسل، بيغتسل قدام سيدنا عامر بن ربيعه. عندما راى جسد سهيل قال والله ما كان هذا ولم اجد جلدا احسن من هذا. انا ما شفت الجلد افضل من ده ولا ابيض من ده ولا انقى من جلد حنيف، سهل بن حنيف. بعد ما قال الكلمتين دول سقط سهل مغشيا عليه، شالوه وراحوا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، سهل لا يستطيع ان يقيم راسه وكما ترى مغشيا نايم، مفيش خالص، رايح من الدنيا. قال اتتهمون احد؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال لا تقتلوا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، لا تقتلوا اخوانكم، فمن رأى حسنا او حسنا لاخيه برك له او بارك له. لما تشوف نعمة على اخوه قول الله يبارك له، قول ربنا يزيده، لكن تديله عين ولا تحسد توديه في داهية؟ اه ده صحابي وده صحابي، اداله عين خر مخشيا عليه واصيب بالامراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بعامر. جه عامر بن ربيعه، فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان، قال له اعمل ايه؟ هاتوا لي كده زي ما احنا بنقول بالبلد كده طشت كده، هو ولا طبق كبير ولا حله. قال له اغسل وجهك، ايديك، مرفقيك، اغسل كمان قدميك اللي هم الرجلين من تحت خالص، ثم ركبتيك وركبك الاثنين وداخلة الازار بتاعتك من جوه او من تحت اللي هو الهدوم اللي انت لابسها، كل ده اغسل جوه الطبق ده. ثم اتى بسهيل فاجلسوه، جابوا سيدنا سهيل وقعدوه، ومن ورا يعني من عند جفاه من ورا جابوا المية اللي اغتسل بيها، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا استغسلتم فاغتسلوا. يعني جاب عامر وقال له اعمل دول، اغسل وشك واغسل ايدك ومرفقيك ورجليك وركبتيك وداخلة ازارك في الحلة دي، وخد شوية المية دول كبوهم على سيدنا سهيل بن عامر من الخلف من عند جفاه من ورا، فقام نشيطا ليس به مرض. يبقى برضو اهدول صحاب. وانت يا سيدي النهاردة لما تطلع اولادك وتحصنهم وتخاف عليهم وتعمل حساب لبكرة وبعده، بدل ما البت ترجع عيانة ولا يرجع عيان، حصن اولادكم. ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. العين يا اخوانا، العين ممكن تصيب صاحبها وممكن تصيب أهل بيته وممكن تصيب حبايبه. والعين دي عبارة عن سهم مسموم من نفس خبيثة. إنما الحسد ما بيصيبش أحبابه، ما بيصيبش نفسه، إنما بيصيب الآخرين. ده الفرق بين العين والحسد. العين عندما يطلقها الإنسان سهم مسموم
تصيب اللي قدامها بس، انما الحسد ممكن يصيب اللي قدامه اللي موجود واللي مش موجود. ممكن وانت قاعد تحكي له كده هو على الولد يحسد ابنك وهو قاعد. عمل زي الرجل زمان اللي جاب واحد قال له تعال احسد لي البقره بتاعت فلان، قال له طب بقول لك ايه، قال له قال اول ما البقره تقرب عندنا بشويه كده قول لي البقره قربت عشان احسدها، لانه كان الحاسد ده نظره ضعيف ما بيشوفش غير من على بعد، على بعد ما يشوفش الحاجه لما تقرب ليش يشوف. قال له طب انا نظري ضعيف، اول ما البقره تقرب علينا شويه قول لي علشان احسد لك البقره بتاع جارك دي. الراجل شاف البقره من بعيد شويه كده قال له يا فلان، قال له البقره جايه من عند اخر الدنيا من هناك. قال له يا راجل انت شايف البقره من هنا؟ عمي. سبحان الله العظيم، ما هجايبه عشان يحسد بقره الناس، حسده هو. قال له هو انت شايف البقره جايه من اخر الدنيا من هناك؟ يا سلام، ده انت عينيك 10/10 عمي. ما ها انت عايز تضر غيرك يبقى الضرر هيرجع عليك انت. طب احنا عاوزين نشوف النهارده الحسد ايه اعراض الحسد، ازاي نعرف ان الولد او البنت محسودين؟ بيبقى في اصابه في المال، في البدن، في العيال، بيكره انه يروح الشغل، بيبقى عنده ضيق. ده بالنسبه للمحسود بتظهر عليه العلامات دي. المعيون بقى اللي واخد عين بيبقى دائما بيبكي، حزين على طول، متضايق على طول، في وحده وعزله عن الناس كلها، دقات قلبه سريعه. ده اللي واخد عين، بيحب الانطواء، عنده ضيق شديد، كثير النوم، بيحب ينام كتير على طول، عاوز ينام 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 على طول، ما بيحبش حد، في خناق على طول مع الناس. تبص تلاقي عليه بعض الكدمات او بتظهر عليه على جسمه عند فخاده دي، هي بتظهر او النصف اللي من اسفل ده بتظهر فيها الوان كده لونها احمر، وبيظهر على جسمه كله الوان لونها بني زي واحد ضربه كده، هو الضربه دي بيظهر لون بني. ده اللي واخد عين بيبقى ليه علامات معينه. طب عايزين نصح العيال دي من اللي هي فيه، عاوزين ناخد بالنا من عيالنا، يبقى نحصل الواد والبت ونحصل الزوجه قبل ما يطلعوا، قبل ما ينزلوا. اقرا لهم يا عم، اقرا لهم الفاتحه، اقرا لهم بعد الفاتحه آية الكرسي، اقول لهم من تاني الفاتحه وآية الكرسي واخر ثلاث آيات من سوره البقره واخر ثلاث آيات من سوره الحشر، وقل يا ايها الكافرون واذا زلزلت الارض زلزالها، وقل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس ثلاث مرات. وهتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ثلاث مرات. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات الصبح وبالليل. تقولهم لنفسك ولبيتك ولعيالك، تطلع عيالك محصنين، تطلع عيالك يعرف ربنا. الواد لما يقول دول بنفسه بكره وبعده هيعلمهم لمراته واولاده بعد كده، البنت هتعلمهم لزوجها لو مش متعلمهم ولولادها وبناتها بعد كده. لازم نخاف، مش كل دقيقه والتانيه نقعد زي المثل بالبلد كده يقول لك نفتح قدام الناس جاوي كده. لا، استعين على قضاء حوائجك بالكتمان. ده احنا جبنا للبنت ثلاجه 20 قدم، ما اعرفش ولا كام قدم. ده احنا جبنا للبنت جهاز ما حصلش، البنت تدخل بعدها باسبوع باتنين ما تلاقيهاش، يا جالها مرض، يا اتطلقت، يا حصل لها كذا، يا اما يوم الفرح حصل. ليه طيب؟ ليه؟ ليه يا اخوانا؟ ده العين ادخلت الرجل القبر والجمل القدر. دول كانوا بيقعدوا يبصوا على الحاجه كاب، ومجرد ما يبصوا عليها تقف تنزل ميته. فكل واحد يحافظ على اولاده وبناته. احنا بنتعلم العلم علشان خاطر نخدم به البشرية ونخدم به نفسنا. لازم العلم ده نتعلمه عشان نبقى أسمى الأمم وأفضل الأمم. احنا أمة اقرأ، يجب علينا ان احنا نقرأ علشان نطلع علماء، عشان نطلع ناس بكرة وبعد يخدموا البشرية كلها، مش يخدمونا احنا بس.
وناخد احنا الثواب العظيم منهم باذن الله جل وعلا. نسال المولى جل في علاه ان يلهمنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا ويقينا قيما. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تقينا شر انفسنا، اللهم قنا شر الحاسد يا رب، اللهم قنا شر العائن يا رب، اللهم قي أولادنا وبناتنا وزوجاتنا شر الحساد يا رب العالمين. اللهم حصنا بحصنك يا كريم، اللهم حصنا بحصنك يا رب العالمين. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا ومصرنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين.